موقع أنا السلفي. من فضائل الصيام أن للصائم فرحتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. وفي بعض الروايات: وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، وذلك حين يرى جزاء صيامه فيفرح بذلك. قال أبو العالية: الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه. فكانت حفصة تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي. فالصائم في ليله ونهاره في عبادة، ويستجاب دعاؤه في صيامه، وعند سطره فهو في نهاره صائم صابر، وفي ليله طاعم شاكر. وفي الحديث: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.